بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس العبير الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس الوحدة الرابعة من مادة الكفايات اللغوية، والتي تتحدث عن الكتابة الأدبية ووحدة الاتصال الكتابي، ونستعرض اليوم المذكرات الأدبية. ونقول أن المذكرات الأدبية هي إحدى الفنون الأدبية ونوع من الكتابة الوصفية، يدون فيها الكاتب وصفا لحياته الشخصية معتمدا في كتابتها على السرد التاريخي لها، أي ترتيب الأحداث وفق زمن وقوعها الأول فالأول. طيب، على أي أساس تقوم عملية كتابة المذكرات الأدبية؟ نقول أن المذكرات الأدبية تغطي بعض مراحل حياة الكاتب أو بعض الأحداث التي يتوقف عندها بعض الأشخاص، أو التي تترك أثرا في حياة هذا الشخص أو تربطهم به علاقة. لكن يختلف وقت كتابة المذكرات من شخص إلى آخر، فبعض الأشخاص يفضلون كتابتها أولا بأول، أي بعد فترة قصيرة من وقوعها، حتى يتمكن له تذكر تفاصيلها الدقيقة وكل شيء مر به من خلال كتابة المذكرات أولا بأول. والبعض الآخر يفضل كتابتها على فترات طويلة، وذلك يرجع إلى حسب نوعية الكاتب ورغبته في عملية الكتابة وذكر أهم جزيئات حياته. فإذا دون الكاتب مذكراته بعد 30 سنة من وقوع أحداثها مثلا، فإنه سيستمتع بكتابتها ولكنه لن يتذكر كل شيء عنده. ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي أهمية المذكرات الأدبية. ونقول أن المذكرات الأدبية تعتبر مصدراً تاريخي، تعتبر مصدراً تاريخياً، فهي تملأ فجوات التاريخ التي لا تتوفر فيها المصادر الأخرى، تقدم أحداث وتجارب ومهارات وخبرات من جوانب شخصيات معينة أو أشياء عديدة. هي تعين على فهم التاريخ وقراءته وتكشف عن حوادثه، كما أن المذكرات تجسر تواصلنا مع أصحابها ومع تجاربهم ومع الأحداث التي عاشوها في حياتهم. ويعود نجاح المذكرات إلى موضوعيتها وبعدها عن المغالاة والتفاخر والغرور وما تحويه من معلومات وأسرار وخفايا. ولذا فترى المذكرات تنتشر في أواسط المشاهير والسياسيين والعسكريين والمبدعين، وكثير منهم ما يكتب هذه المذكرات. وننتقل إلى جزئية أخرى من جزئيات المذكرات الأدبية، وهي عناصرها الفنية. وأول عنصر من هذه العناصر وهو الشخصيات. والشخصيات في المذكرات أي صاحبها أو الكاتب نفسه، فهو شخصيتها الرئيسة، وهناك شخصيات ثانوية كأفراد أسرته، أصدقائه، زملائه المحيطين به ممن له علاقة بهم. ويتعرف القارئ على تلك الشخصيات وعلاقتها بصاحب المذكرات وحجم تأثيره عليهم وتأثره بهم. وتتضمن المذكرات وصفا حسيا لمظهر الشخصيات الواردة، ووصفا وجدانيا يحكي معلومات عن تلك الشخصية. ثانيا، الأحداث، وهي مجريات الأمور التي تدور بين الكاتب وبين
أصحابه أو أقرانه أو أسرته أو أصدقائه أو المحيطين به، والأحداث وصف التفاصيل كما وقعت في الحقيقة وبيان أسباب وقوعها ونتائجها. ثالثا الزمان، وهو زمن وقوعها أولا بأول حسب ما يراه الكاتب. والمكان، هو مكان يعطي معلومات أنه يرى أنها مهمة، قد يكون صنفها المؤلف أو البيئة المكانية التي وقعت فيها هذه الأحداث. خامسا الحقائق، وهذه نقطة مهمة جدا، هي معلومات شخصية عن صاحب المذكرات وظروفها الأسرية والعملية، ومعلومات تاريخية عن مجتمع صاحب المذكرات وظروفه جميعها وأحداثه. وننتقل إلى جزئية أخرى، ومع خصائص المذكرات الأدبية، فهي فن أدبي نثري تعتمد على أحداث مرت بحياة الكاتب أو غيره، تركز على شخصية رئيسة، تعتمد على الصور الجمالية ودقة الوصف، تعتمد على التصوير لا على التقرير، تبرز فيها عاطفة الكاتب قد يتخللها شيء من الحوار. أسلوبها يعتمد أسلوب المذكرات الأدبية على نوعين من الأساليب. النوع الأول وهو أسلوب ضمير المتكلم، مثل قمت واتجهت ورأيت، وسرد أحداث شخص غائب كاستخدام تعبيرات أتى صاحبنا، اتجه صديقنا، أو استخدام تعبيرات مختلفة. وليس للمذكرات أسلوب موحد أو ثابت، فكل كاتب له طريقته وأسلوبه، ولكن أهمية المذكرات تقوم على ما تكشفه من حقائق أو معلومات، وما تفسره من حوادث وملابسات ارتبطت بشخصية كاتب المذكرات ويلجأ إليها الكاتب. ونسأل سؤال بسيط، وهو السؤال الأهم: كيف تكتب مذكراتك؟ كيف تكتب مذكراتك؟ أولاً حدد الفترة الزمنية التي تتحدث عنها المذكرات. ثانيا تذكر كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت في تلك الفترة، دونها، وقد يساعدك في التذكر أسئلتك للأصدقاء والزملاء حول هذه الأحداث. ثالثا استبعد الأحداث غير المهمة. فذهابك مثلا لأحد الأصدقاء لقضاء بعض الدقائق، هذا لا يعد أمر غير مهم. رابعا رتب الأحداث المهمة بحسب زمن وقوعها أو تأثيرها. ابدأ سرد الحوادث وتصوير المواقف. ولا بد هنا أن نشير إلى شيء بسيط، وهذا الشيء الفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات. سيطرح سؤال أحدكم سؤالا ويقول: فما الفرق بين السيرة الذاتية، سنكتب سيرته الذاتية، ومذكرات؟ نقول أن السيرة الذاتية تروي قصة حياة الكاتب، وتذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته وما جرى فيها، وتسجل خبراته ومنجزاته في المقام الأول، على حين تعنى المذكرات الأدبية قبل كل شيء بوصف الأحداث وتعليلها، وبخاصة تلك التي أدى فيها كاتب المذكرات دوراً، أو التي عايشها أو شاهدها من قريب أو من بعيد، فهي في منزلة متوسطة بين موضوعية التاريخ وذاتية السيرة الذاتية. ولدينا نموذج لكتابة المذكرات، وهي مذكرات يتيم في ليلة العيد. ويقول: تقترب الساعة من الثالثة بعد منتصف الليل ليلة العيد، لم أستطع النوم، نام إخوتي الصغار ونامت أختنا الكبيرة فاطمة، لقد تعبت من كثرة العمل في نظافة المنزل، إنها أخت طيبة تحملت مسؤوليتنا بعد وفاة الوالدين،
ضحت كثيرا من أجلنا حتى رفضت الزواج قبل أن نكمل دراستنا. إنني أشفق عليها وحزين من أجلها، أحس أحيانا أنها حزينة تحاول أن تخفي حزنها حتى لا نشعر بفقد الوالدين، وكأنها تريد أن تتحمل مشاعر اليتم وحدها. كانت دائما ضاحكة مبتسمة في عهد أبي، كانت دائما ضاحكة مبتسمة في عهد أبي وأمي، والآن اختفت الابتسامة الجميلة وظهرت على وجهها علامات الهم وأشباح الحزن. كان أبي يحبها كثيرا، وكانت أمي سعيدة بذكائها وتفوقها في الدراسة. مسكينة يا أختاه، رأيت دموعها اليوم وهي تعد لنا ملابس العيد. إنه أول عيد يمر علينا بعد رحيل أمنا، ما زلت أحس أنفاسها وحركتها الكثيرة في ليلة العيد، وما زال صوتها يرن في أذني وهي تغقذني فجر العيد. ثم تلبسني ثوبا جديدا فأذهب مع والدي إلى المصلى، وكلانا يكبر لأول مرة. تهذب لصلاة العيد وحدي، ثم أعود لأوقظ أخوتي الصغار. يا إلهي ساعدني حتى أجعل أخوتي سعداء بالعيد. هذا نموذج لمذكرات كتبها أحد عن نفسه. اقرأ النص السابق ثم أجب عما يلي. حدد من النص أهم الخصائص التي تدل على أنه جزء من مذكرات أدبية. ما الأسلوب الذي اتبعه كاتب المذكرات؟ اذكر الشخصيات الرئيسة والثانوية في هذه المذكرات. النص اعتمد على سرد أحداث مرت بحياة الكاتب. الأسلوب غلب على هذه المذكرات استخدام ضمير الغائب للحديث عن أخته الكبرى، نامت، تعبت، ضحت. الشخصيات الرئيسة صاحب المذكرات وأخته الكبرى، الأخوة الثانوية، الأخوة الصغار، والوالدين. وإلى هنا نقض قد انتهينا من درسنا اليوم. إلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلم عبد الله حلمي أحمد.